السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجمل تحية مسائية نقدم لكم دائما عبر إذاعة الشبيبة. تحية لكل المستمعين وتحية لكل المشاهدين عبر يوتيوب الشبيبة والبث المباشر عبر حساباتنا في تويتر الشبيبة والإذاعة مرئية مسموعة. تستطيعون أن تتابعونا، أن تستمعوا لنا، أن تشاهدونا كذلك، ولكل المستمعين على 97.5 هناك في أو هنا في مسقط وفي منطقة أو في محافظة الباطنة، و 98.5 هناك في محافظة ظفار. تحية لكل الأحبة، واللي حاب يشاركنا نذكر بأرقام هواتفنا بدل لا أنسى على 2499000. برنامج نفحات كان يأتيكم يوميا طوال هذا الشهر الفضيل. بالغد إن شاء الله ستصبح حلقتنا الحلقة الأخيرة مع الدكتور العزيز الذي نتشرف دوما باستضافة الدكتور ناصر الندابي. دكتور ناصر، مساك الله بالخير، وهذه الحلقة ما قبل الأخيرة. أهلا وسهلا بالجميع، بجميع المشاهدين وكذلك جميع المستمعين. فعلا نحن نصل إلى أواخر هذا الشهر الكريم، ومر كأنه طيف سحاب عابر، ولكن نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وكذلك هذه الحلقات، وأن تكون هذه الحلقات وكل المستمعين أيضا أن يؤجروا عليها على استماعهم ونحن على قيامنا بالحديث عنها. فأهلا وسهلا بالجميع في قيمة جديدة، اللي هي القيمة قبل الأخيرة التي تسبق الغد بإذن الله تعالى. ونحمد الله على نعمة الحياة. نحمد الله دائما على نعمة الحياة واستثمار هذه الأوقات في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. دكتور، نحن نتحدث اليوم إن شاء الله عن قيمة الحياة وأهمية الحياة في حياة الإنسان. الحياة ليس مرتبط فقط بحياة الفتاة أو حياة المرأة، بل الحياة كذلك يتعلق بالجميع، المرأة أو الرجل. الحياة قيمة مهمة في حياة كل البشر. نعم فعلا، كما قدم الأستاذ نصر لهذه القيمة الرائعة، قيمة الحياة. وسيعرف المستمع اليوم الفرق ما بين الحياة وكذلك ما بين الخجل. هل الخجل أيضا نفسه الحياة؟ صحيح. أم أنه مختلف؟ هل الحياة كما قال الأستاذ نصر متعلق فقط بالمرأة، أم أنه يشمل شتى أطياف المجتمع، ذكر وأنثى، صغير وكبير؟ الحياة هو زينة النفس البشرية، الحياة تاج القيم، وهو الدليل الساطع على عفة وطهارة صاحبه ونقاء قلبه. الحياة قيمة مؤثرة على الفرد والأسرة والمجتمع، لكنها حقيقة أصبحت اليوم غريبة بين أهلها. لذا لنعلم علم اليقين أن خلو الحياة من شخصية المسلم هو نتيجته فساد للمجتمع. فالتمسك بهذه القيمة ينتج عنها مجتمع طاهر نقي، وكلما بعدنا عنها فسد المجتمع. فالإنسان الحي نفسه كريمة، يحترم نفسه أمام الله وأمام الناس وكذلك أمام نفسه. الحياة عاطفة حية داخل النفس، عاطفة ترتفع بها النفس عن الدنايا وعن الصغائر، وهو خلق يبعث الإنسان على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع من التقصير من حق كل ذي حق. تتجلى معانيه في انقباض النفس عن القبائح. فالقيم الربانية التي جاء بها الإسلام والتي من ضمنها هذا الحياء يراد بها أن ترتقي بالإنسان. ولكن نجد أن اليوم من هناك من يسعى إلى نسف هذه القيمة لتصبح مجرد لفظا ليس له مضمون، فباسم الحرية الشخصية والعصرنة والحداثة لا يتورع بعض الناس عن فعل الكثير من الأمور التي كان الحياء يمنعهم في السابق من فعلها. وما أكثر ما يرتكب اليوم من آثام باسم الحرية الشخصية في بلاد المسلمين. فهل أصبح الحياء اليوم علامة من علامات التخلف، أم أنه علامة من علامات الرقي؟ أم إن الموضة أو موضة التحديث لا تعترف بالقيم الربانية وتدعي القيم لتجعلها مجرد شعارات تزين بها خطاباتها وتشريعاتها دون أن يكون لها أصداء؟ اليوم سنعرف قيمة هذه القيمة وكيف هو توجه الإسلام نحوها، وكيف هو يراها بأنها قمة القيم
وما حالها اليوم وكيف ينظر إليها بعض الناس الذين يعتمدون على الأفكار الوضعية البشرية فيجدون من هذه القيمة على أنها هي محصورة في فئة معينة كما سيعرفها المستمع اليوم. وكأن رفيع الأخلاق دوما يتميز بالحياء يا دكتور. نعم. ولأن الحياء شيء مهم جدا في حياة الإنسان كبقية الفضائل والقيم التي ذكرناها. نعم. فلو تلاحظ أن كل قيمة وكل فضيلة سنجد لها نصوص قرآنية. نعم. سنجد لها كذلك من الأحاديث النبوية الشريفة. لذلك كل هذه القيم والفضائل أعزائنا المستمعين والمشاهدين مقرونة تماما بأوامر الله. أكيد. وموجودة في كتاب الله لكي يرشد بها الناس ولكي يسير عليها الناس. حقيقة فعلا الآن كما قال سنصل لعل الإنسان أو المستمع الآن يريد ويتلهف أن يعرف هذه القيمة التي نتحدث الآن عنها. القيمة هذه قيمة الحياة، منهم من ينظر عليها على أنها هي الحياة، الحياء هو الحياة، فلا يقابل الحياة إلا الموت، ومنه الحياة للمطر لأنه يحيي الأرض بعد موتها. والحياء ويعني قباض النفس، وهو خلق يبعث على كل فعل مليح وترك كل ما هو قبيح، فهو صفة من صفات النفس المحمودة التي تستلزم الانصراف من القبائح وتركها. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه القيمة صراحة، ذكرت صراحة في موضع واحد بنفس هذا المسمى أو نفس هذه الحروف التي نعنيها في قيمتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طبعا هذه القصة وردت، أو هذه الآية وردت في بنتي شعيب. نعم، في قصة النبي. نعم، بنتي شعيب. طبعا الخلاف هل شعيب هو النبي أم شعيب آخر. نعم. لأنه قد يقال بأنه ليس شعيب النبي، ولكن بنتي شعيب التي تزوج النبي موسى عليه السلام إحداهن، فهذه جاءت تمشي على استحياء، وهنا وضحت هذه القيمة بصورة جلية في هذه الآية المباركة. أما إذا جئنا إلى الأحاديث النبوية حقيقة نجد الكثير الكثير من هذه الأحاديث. نعم. دكتور إيش رأيك ناخذ اتصال، لأنه في اتصال معنا قبل لا نبدأ في الأحاديث النبوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك، كيفك يا عيسى؟ حياك الله أستاذي، كيف صحتك؟ عاد حفظنا صوتك نحن. ما شاء الله عليك. حياك الله، كيف الأمور؟ حياك الله، الله يبارك فيك. حياك الله يا أخوي عيسى، حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله وعادل. أخباركم طيبين؟ الحمد لله. كيف صحتكم؟ كيف أخبارك؟ أنت بخير؟ الله يسلمك. بارك الله فيك. لقدناكم لمدة يومين الأسبوع الماضي، الأربعاء والخميس. لا، نحن موجودين الأربعاء والخميس، لكن الجمعة والسبت. عزيز. ما تفقد البرنامج. عزيز، عزيز وغالي، ما تفقد غالي إن شاء الله. وباقي بس تعطوني بس نبدأ عن الحلقة الدين بس اللي تكلمت عنها القيمة الأسبوع الماضي، لأن كان عندي حالة ورفاة. أحصل الله عزاكم، أحصل الله عزاكم. عنده أحد من جماعة نفسي، ولد من ولد خال الوالدة نفسي توفى نفس الشيء. أحصل الله عزاكم. لذلك أنا كنت أقول للدكتور ناصر يعني الحمد لله على نعمة الحياة. أيوة. ونعمة أننا لازلنا متواجدين على قيد الحياة لنعيش هذه الأيام المباركة، لأن الحياة بنفسها يعني هي نعمة عظيمة وكبيرة لكل إنسان. هذه نعمة من نعم الله. الله يرحم من الله يرحم من غادرنا يا عيسى. ما يتمنى الموت. يسكنهم فسيح الجنات يا رب. طبعا عيسى، الإنسان بينه وبينك يتمنى طول العمر، يعني غير في البركة في العمر. متى يأخذ اللي روحي، متى يوم الثاني عزاني يعني أموت واستريح من هذه الدنيا، إذا هو مثل عايش حياته في شقاء وعذاب وكذا. الحياة يقولك الحياة حلوة بس نحن نفهمها يعني. نعم. الحياة نشكر الله على هذه الحياة يعني. الحمد لله. نعم الله تعالى الإنسان يشكر ربه. الحمد لله. عيسى، بالنسبة للحلقات اللي مضت موجودة، كلها موجودة في اليوتيوب، يوتيوب الشبيبة،
راح تحصلها يعني موجودة بالتاريخ الفلاني. بالتاريخ نعم راح تحصلها موجودة وبالعناوين وكل حاجة، فبإمكانك ترجع لها وتسمعها على كيف كيفك. نحن لأنه عندنا نقل مباشر أصلا للحلقة الآن موجودين كذلك في حسابات في تويتر، تويتر الشبيبة. إذا تروح يوم الأربعاء ويوم الخميس بتحصلنا كذلك النقل المباشر لازال باقي، وبإمكانك تتابع الحلقة. وأسهل لك كذلك أنك تشارك في يوتيوب الشبيبة، راح توصل لك كل حلقاتنا وهي كلها موجودة عزيزي عيسى. وبكرة إن شاء الله راح يكون عندنا الحلقة الأخيرة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، لكن كنا نتمنى يعني سبحان الله كان برنامج رائع جدا. موجودة عيسى، موجودة في اليوتيوب كل الحلقات الحمد لله موجودة وموثقة عبر يوتيوب الشبيبة. بمان يعني شهادة أعتزفها لك يعني. تسلم، أنا اللي يعني سعيد جدا. من الفترة الماضية كنت تقدم برامج غير برنامج هذا. نعم. في برنامج كان اسمه وصف الجنة مع الدكتور إبراهيم البلوشي. نعم صحيح. كنت أنا دائما يعني أحرص على متابعة البرامج يعني. الحمد لله. الحمد لله عزيز وغالي يا عيسى، وأنا سعيد جدا بمتابعتك وتواصلك. الله يخليك. اليوم نتكلم عن الخجل، عن الحياء. الحياء. عن الحياء، الخجل. نعم. الحياة هو ترى يقول لك الحياة شعبة من شعب الإيمان. نعم نعم هذا بالحديث. وطبعا يعني الإنسان لازم يكون يعني في الخجل. أنا عن نفسي واجد خجول يعني، أستحي من كل شيء، حتى استغفر الله توبة يعني كلمة الحق أحيانا أستحي منها. نعم. أقول هذا الشخص. نعم نعم الله يحفظك. ليش أستحي؟ لأن أحيانا شخص تخاف إنه يزعل عليك. نعم نعم. أيوة. تخاف تصارحه، تستحي من الصراحة شوي. أيوة. طيب 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 يا عيسى، كل عام وانت بخير مقدما، وربي يحفظكم جميعا. تسلم تسلم، حياك الله حياك. إذن يعني نعم. عيسى بدأ في الأحاديث النبوية. نعم. فعلا يعني عندما نأتي إلى الحديث نجد الحديث الذي تفضل به الأخ عادل، الأخ أبو عادل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة، فأفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك أيضا من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر من قيمة ترك هذه القيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. سبحان الله. إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة. لهذه الدرجة. نعم. فيصبح يعني لأنه عندما ينزع الحياة يصبح نفسه بعيدة كل البعد عن الأخلاق، تنزل إلى الحضيض فيقترف. نعم. كل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان. نعم. من أعمال وحشية. نعم. ومخجلة. ومخجلة نعم في نفس الوقت. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وهو علامة الكرم، كما أنه شعبة من شعب الإيمان وخلق نبوي كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا الحياء في جانب آخر وبصورة أعم لكي يفهم المستمع ماذا أعني بالحياء في جانب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة. كان معه صحابته. نعم. وكان يقول لهم هذا أو يطلق عليهم هذا الأمر أو هذا الجانب، يقول استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة. اسمعوا الآن ماذا نعني بحيائنا اليوم نتحدث عنه. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أي والله. ولتذكر الموت والبلى. نعم. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياة. فإذا هذا الحياء الذي أعنيه اليوم والذي سنتحدث عنه، لأن الحياء أوسع فهما من تضييقكم له وحصركم إياها في مسألة. صح. الخجل هو أوسع من ذلك. وقيل شعرا في ذلك إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. وقال آخر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء.
فهذه كلها يعني حقيقة يعني الحياة كأنه هو المهيمن على أخلاق الإنسان وعلى شخصية الإنسان. فبمجرد ما يسقط هذا الحياة أو يسقط هذا الغطاء الذي يغطي هذه الشخصية تظهر حقيقة يعني الحقيقة البشعة التي الإسلام جاء ولا تليق بالبشر. لا نعم تليق بالإنسان حقيقة نقول الحقيقة الحيوانية. نعم كان نقول فعلا عندما ينزل الإنسان إلى الحضيض والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه يكون أدنى من الحيوان عندما فعلا يتخلى عن هذه القيمة. يعني حتى مثلا قيمة الحياة أولئك الذي مثلا يرضى الشر في أهله يعتبر ديوث. نعم. وهذه الصفة لا توجد إلا في الخنزير. نعم. فإذا الإنسان فعلا عندما يتخلص يعني وينخلع من الحياة ينزل إلى الحضيض. أكيد. إلى حضيض إلى الحيوانات فعلا. هناك في نقطة مهمة. نعم. دكتور لنتحدث عن واقع المجتمع واقع الحياة التي نلامسها في كل حين. مثلا هناك الكثير من يترك مسافة من الحياء والخجل مع مثلا زوجته أو الزوجة كذلك مع الزوج. أنا أقصد الحياء في أمور الحياة وليست في العلاقات الشخصية أو العلاقات الحميمية. لا، الحياء في الأمور الشخصية أمور الحياة الطبيعية. أقصد أن هناك في بعض الأحيان تجد أن الاثنين حينما يجتمعون يمكن في بعض الأحيان الفرد يمارس بعض التصرفات في الحياة منزوع يعني لا يوجد بها أي خجل ولا يستحي على حجة بأنه الذي أمامي هو يعني شخص من أهلي. وكذلك العكس، هناك بعض التصرفات بعض الأمور الحياتية الطبيعية التي يعني تنزع منها قيمة الحياة وتجعل الشخص الآخر وكأنه يعيش في حالة من الغرابة. كيف له أن يمارس كذا وكذا وكذا دون أن يستحي؟ كيف له أن يمارس الحياة بهذه الطريقة دون أن يستحي بحجة مثلا الزواج بحجة التقارب؟ هو فعلا لعل يعني سبحان الله بالأمس كان يذكر لي أحدهم قصص في أولئك الذين تخلصوا من التدخين مثلا. فنفس هذه النقطة يقول، هذا يتحدث بنفسه قبل أن يتوب، يقول في رمضان كانت تقرب لنا سفرة الإفطار وكانوا أولادي بناتي وزوجتي أمامي، يقولهم يبدأون بالإفطار بالتمرة واللبن، يقول أنا أبدأ بعود التدخين، يقول وأن أنفثه في يعني فيهم، يعني يقول هذه الوقاحة التي وصلت بي لدرجة أني لا أحترم لا زوجتي ولا أولادي. فحقيقة الأصل يعني هذا لو كان فيه حياة على الأقل استحي فعلا يذهب من زوجتك يعني ابتليت مثل هذا يعني استحي من ولد ابنك، استحي من زوجتك. هذا اللي أقصد. نعم. يعني الأشياء الحياتية التي فعلا يعني الحرب. مثل هذه الأشياء التي لا ينبغي فعلا. وأيضا أن مثلا يتبذل الرجل ويظهر بمظهر غير حسن حتى أمام أولاده مثلا. نعم. أو بناته دون حياة فعلا هذه يعني حتى تسقط من مكانة الرجل على فكرة. يعني الأبناء بعض الأحيان ينظرون إلى الأب على أنه يعني نظرة دونية، والسبب هو الرجل نفسه لأنه أنزل نفسه منزلة خسيسة أو أنزل نفسه منزلة لا تعطي الآخر يعني لا تجعل الآخر يحترمه، وخاصة أولادك. يعني أولادك يجب أن تجعل شخصيتك شخصية محترمة، لا نقول تترفع عنهم، لا، يبقى أن تعيش معهم، لكن كما قلت ذلك المثال الذي أنك تحترم كل شيء فيهم، تحترم فطرتهم السليمة، تحترم براءتهم يعني حتى في مظهرك. نعم. حتى في مظهرك في لبسك ومظهرك داخل. نعم. في المنزل يعني لا تتبذل بدرجة كبيرة أن تبقى في ملابس لا ينبغي أن ترى عليها أمام أبنائك مثلا. نعم. لأن أبنائك رأوك بهذه كأنك تغرس فيهم أو لا تظهر العورات بشكل يعني فاجئ. هذا ما كنت كبير. يعني نعم. نعم. هذا ما كنت يعني ذلك، هذا أيضا جرح الحياة أنه من أهلي. نعم. فعلا فذلك أيضا حتى يعني الواحد زوجته أيضا هناك جوانب أخرى محتاج أن يتعداها، لأن في النهاية تبقى المرأة تحترمك ككيان، أما في الجوانب العلاقة الحميمية وغيرها. نعم. هذا أمر شيء آخر. نعم. أنا أتحدث عن الأمور الحياتية. نعم. العادية مثل ما أنت ذكرت قضية اللبس، قضية المظهر. نعم. بعض التصرفات حتى في الخارج في الأسواق. نعم. في وأنت يعني معك مثلا أولادك أو زوجتك وكذلك العكس. نعم. وكذلك المرأة. يعني نحن نتحدث أنه قربك من الشخص لا يسقط قيمة. نعم. الحياة فعلا. هناك في أمور خاصة
بين علاقة الرجل والمرأة هذه لا نتحدث عنها. نعم. نحن نتحدث عن أمور الحياة العادية التي لا يجب أن تسقط فيها قيمة الحياة أمام المرأة. فعلا. والمرأة كذلك لا تسقطها أمام الزوج وهكذا. فعلا. فلعل يعني ستتضح الصورة أكثر كلما يعني تواغلنا في هذه. جميل. نذهب إلى فاصل دكتور. طيب. ومن ثم سنعود إلى مستمعينا الكرام. تحية لكل الأحبة، لكل المستمعين والمشاهدين عبر إذاعة الشبيبة ويوتيوب الشبيبة والنقل المباشر في تويتر حسابات الشبيبة. دكتور ناصر، إذا مواصلين أو لنتحدث أو أنا ماشي خلاص الصيام مأثر شوي، متواصلين للحديث عن قيمة الحياة ومبدأ الحياة وأهمية الحياة، وأنت كنت تتحدث عن نقطة جدا مهمة بأن الحياة كأنه هو الحامي للإنسان، غطاء الفضيلة. نعم فعلا، غطاء الفضيلة. غطاء الفضيلة أعطيتك معنا مرة مباشرة. نعم، هو غطاء الفضيلة، نزعته سقطت الكثير من تلك الفضائل. فعلا، هو نحن يعني لعلنا أيضا ستتضح بعد ذلك أنا ما نصل عند القصص، لكن فعلا الحياة هو كما قال الآن هو كأنه يغلف الإنسان أو يحافظ على القيم التي يتبناها الإنسان، بمجرد ما يسقط الحياة فيصبح الإنسان يعني عندما لا يستحي فإنه عادي أن يكذب، عندما لا يستحي عادي أن يخون، عندما لا يستحي من شيء عادي أن يقوم بأي عمل مشين بالنسبة للمجتمع. فلذلك تنظر إن الحياة فعلا يحافظ على هذه القيم، فهو عندما يستحي لا يكذب، عندما يستحي لا يخون لأنه يستحي، فإذا كأنه يحافظ على هذه القيم. بمجرد ما تسقط هذه القيمة مباشرة تسقط كل القيم تباعا. تعرف يا دكتور، في بعض الأحيان نجتمع في بعض المجالس وتجد أن هناك بعض الشخصيات حينما تشاهد ذلك المظهر ستجد أنها شخصيات يعني رائعة جدا، ولكن بمجرد أن تتحدث دون حياء سبحان الله يصبح يعني منظر ذلك الإنسان صغير جدا جدا جدا، رغم أنك في البداية عظمت أنت ذلك المظهر الجميل الذي مثلا يتصف به، ولكن بمجرد ما بدأ يتحدث بدأ يتساقط وبدأ يصبح شيئا صغيرا جدا نتيجة أنه خلع الحياة وهو يتحدث. فعلا يعني هذه نراها دائما. فعلا هذه النقطة، لأن الإنسان يعني تكون له مكانة ولكنه بمجرد ما يقول أو يفعل شيئا مخلا بالحياة فإنه مباشرة تسقط، يسقط من عين الناس وحتى يصبح له تسقط هيبته. نعم، هيبته ومكانته بين الناس. وطبعا نحن لعلنا قلتنا في البداية ما الفرق ما بين الحياة والخجل. طبعا الحياة لعلنا فهمنا الحياة، أنا يعني فهمه الآن المستمع من خلال ما قلنا وأوردنا من أمثلة ونماذج. أما الخجل فهو يعني هناك خجل مذموم وهو ما يؤدي إلى سقوط حقوق الناس. يعني مثلا عندما يرى الإنسان أخوه الإنسان صديقه صاحبه يمشي معه كل يوم ويراه على خطأ فيستحي أن يعني أو فيخجل أن ينصحه، حقيقة هذا ليس هو حياء. هذا اللي قاله خجل مذموم. نعم، هذا اللي قاله عيسى أن نستحي يعني في بعض الأحيان لا يزعل علينا. لا، لكن حقيقة إذا كنت تحب لأخيك الخير فالأصل أنك تنصحه مباشرة، لأنه يوم القيامة سيتعلق بملابسك فيقول يا رب رآني على معصية ولم ينصحني. نعم. وأيضا إذا أنت تحب له الخير تحبه في الدنيا لما لا تحبه في الآخرة؟ لما لا تريد أن يكون يعني يوم القيامة معك كحالك وتكون معا تصطحبه إلى الجنة؟ فإذا أردت أن تصطحبه إلى الجنة إذا انصحه حتى في أمور الدنيا. إذا تراه مثلا يعني بعض الأحيان يأتي واحد ويذكر لصاحبه أنه يقوم بعمل مثلا مع زوجته مثلا يشتمها أو من هذا القبيل، فيأتي الصاحب يقول نعم أنت صح، يعني أين النصيحة؟ إذن هذا حقيقة، إذن هذا أنا أقصد هذه الجوانب التي ينبغي أن يتعاون فيها الناس. فعندما يمتنع الإنسان عن نصح الإنسان حقيقة هذا خجل. نعم. فاضح، وهو من الخجل المذموم وغيرها. قس على ذلك كل الأمور المتعلقة بهذا الجانب. دكتور، هل الحياء يعني يبدأ بسقوط اللسان ومن ثم الأفعال؟
حقيقة فعلا يعني اللسان هو الأسبق في سقوط الحياء. يعني الإنسان إذا تبذل لسانه فأصبح لسانا بذيئا لا يعني لا يتورع من ذكر أي كلمة قبيحة، فتبدأ هي البداية، ثم بعد ذلك عندما يعتاد الناس على كلامه سيصبح فعله أهون عليه. يعني فيصبح عندما يتبدل بالفعل هم دائما يرددون أنه لسانه بذيء، فمن باب أولى أن يكون أفعاله بذيئة تبعا لما يقول بلسانه. فحقيقة فعلا العلامة أو الرسالة أو العنوان عنوان سقوط الحياة هو ذلك اللسان البذيء. ولعل يعني النقاط ستتضح عندما نأتي للقصص، لأن هي محور الرئيسي لحلقاتنا. من الحياة الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ذكر عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أولا إيش الأجر لما الواحد يقول أو يذكر النبي عليه الصلاة والسلام والآخر يقول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الله عز وجل يأجره على الصلاة. يعني يوم الأيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم من البخيل، فقالوا يا رسول الله من يعني من لا أو من المفلس آسف من المفلس، فقالوا من لا درهم له، قال لا، فقالوا من يا رسول الله، قال من ذكرت عن عنده ولم يسلم أو لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نقول استثمروا معنا كلما يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هناك أيضا أجر عظيم. انتظر يا دكتور. نعم اسمح لي قاطعتك. بالعكس أنت أضفت إضافة رائعة. شكرا. كذلك يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أثنى عليه في كتابه وأثنى عليه ثناء واضحا وإنك لعلى خلق عظيم. يصف أن أحد الصحابة ويروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وطبعا كان إذا كره شيئا من الصحابة يعني كان لا يصرح بذلك، وإنما يقول إذا بلغه شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال فلان، ما بال فلان فعل كذا وكذا بدون أن يسميه، لا يفرح لا يذكر أيه، أو لا ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا دون أن يذكر اسم، ولا يفضح النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب التشهير. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب التشهير. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حياء ونزلت في حقه آية، وهو قوله سبحانه وتعالى، لكي نعرف قصة هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذه الآية نزلت حسب ما تذكر الروايات عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بن جحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من هذه المرأة أولم وعزم الناس وجاء الصحابة وقدم لهم طعام فأكلوا، وبعد ذلك بعد أن أكلوا انتشروا خرجوا إلا ثلاثة أشخاص بقيوا في منزل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هؤلاء الثلاثة يتحدثوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد مرة ثانية فوجدهم يتحدثون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يقول لهم اخرجوا، فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، ثم جاءهم في الثالث فوجدهم، فذهب بعد ذلك إلى منزل آخر من منزل زوجاته إلى منزل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فنزلت هذه الآية. نزلت هذه الآية تنبه الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، وإن عليكم أن تخرجوا بمجرد أن تنتهوا. وهي من أداب الزيارة. نعم فعلا جزاك الله خير، هذه من أداب الزيارة أيضا. نعم. يعني هذه أيضا ينتبه لها الإنسان في كثير، خاصة عندما يزور مريض، ترى هو من آداب الزيارة. يعني هذه الآداب يغلفها الحياء فعلا. يعني يجب أن تستحي حينما أيضا تذهب إلى زيارة أهلها. نعم. وتكون أيضا لطيفا، هذا أيضا من الحياء. كذلك أيضا أن تنظر إلى فقط إلى المريض ولا تنظر إلى أماكن، تكون من الحياء. يعني هذه الحياء دائما يرافقك في الكثير من الجوانب حقيقة فعلا. وأنت تمر في هذه الحياء. كذلك أيضا قصة رائعة لأحد الصحابة وهو لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كان أبو هريرة فقيرا كغيره أو كحاله من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي يوم الأيام اشتد به الجوع لدرجة كبيرة جدا لم يتحمل، فخرج باحثا عن طعام، فمر عليه أبو بكر فاستحى أن يقول له أنني جائع، فسأله عن آية من كتاب الله عز وجل، فقال ربما يقول لي هلما إلى المنزل لكي نتناقش فيها، لكن أبو بكر لم ينتبه فأخبره بها في الطريق،
وذهب. يقول أبو هريرة يقول ثم جاءني عمر فمر علي عمر فقلت سأسأله فذهبت وسألته عن آية من كتاب الله عز وجل. يقول فظننت أنه سيقول لي هلم إلى المنزل لكي نتناقش فيها، لكن عمر أجابه في الطريق. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفس أبي هريرة فقال له هلم يا أبا هريرة، تعال يا أبو هريرة. فدخل أبو هريرة إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم فبحث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قدحا فيه لبن، فقال لأبي هريرة قال له خذ هذا القدح واذهب به إلى أهل الصفة. أهل الصفة هم فقراء المسلمين الذين بنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة في آخر المسجد وكان يجلسون فيها لأنهم لم يكن حتى منزل. نعم. طبعا للإيواء. نعم. كما كان للإيواء. أيوة. نعم. طبعا اللي يريد يعرف موقعها الآن هي خلف القبر النبوي، مكان مرتفع، ما زال مكان مرتفع فيه سياج إلى الآن موجود السياج. نعم. خلف المقام خلف القبر النبوي هذه الصفة، اللي يريد يعرف موقع الصفة الآن في المسجد النبوي. نعم. عموما فذهب فلما أخذ القدح النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يخبره بأنني عرفتك أنك جائع، لا، وإنما أعطاه القدح وقال له اذهب به واسقي أهل الصفة. فاستحى أبو هريرة، يعني هو جائع لكن استحى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنني أنا جائع. نعم. فأخذ ذلك القدح وأعطاه أهل الصفة فشربوا، ثم رجع وكان به شيئا قليلا من اللبن، فنظر إليه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما في داخل أبي هريرة فقال له يا أبا هريرة اشرب من القدح. فيقول أبو هريرة والله إني شربت حتى ارتويت مما تبقى. فهنا يعني يظهر حياء أبو هريرة، وكذلك يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يخدش حياء أبو هريرة، ولم يقول له تعال إني عرفتك بأنك جائع، لم يخبره مطلقا. كذلك أراد أن يعلمه قيمة أخرى، قيمة الإيثار، أن يؤثر الآخرين ولكن الله عز وجل سيجزيه بأنه قد بقي له الكثير وأنه شرب حتى ارتوى. كذلك أيضا هذه السمة كانت حتى عند كفار قريش، ولعلي ذكرت هذه القصة في معرض الحديث عن قيمة أخرى عندما ذكرت أبو سفيان. يعني أبو سفيان قلنا بأنه كان في يوم الأيام في تجارة في الشام، فكان هناك هرقل ملك الروم موجود في الشام، فيعني نادى في أهل مكة المكرمة من منكم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا. فوجد نفسه يعني أبو سفيان أنه هو المعني. يقول أبو سفيان فذهبت فبدأ أبو يعني الهرقل يسأل أبو سفيان، ولكن كان يقول هرقل لأصحابه يقول انتبهوا له، فإن كذب فأخبروني إن كذب. فيقول أبو سفيان يقول والله لولا الحياء لتمكنت أن أكذب عليه ولن ينتقلوني أصحابي، ولكن الحياء منعني أن أكذب. وهو كان على الشرك حينها، طبعا دخل الإسلام فيما بعد. فهذه أيضا دليل على أنها كانت تحميهم حتى من الكذب. وهذه يا دكتور الآن نلاحظها، الكثير من المحرمات أنت تبتعد عنها لأنك تجدها لا تتناسب مع إنسانيتك. نعم جميل. وهي حقيقة، يعني لم يكن الإيمان الحقيقي هو المنبع الأساسي، الحياء كان بأنك أنت تراها بأنك لست بأنها لا تتطابق مع مبدأك. نعم. لكنك مثل ما ذكرت أنا في حلقة ماضية حينما تعود إلى أصل تفكيرك ستجد أنه منبعه الإيمان. نعم. الإيمان الذي أنت يمكن لا تشعر به في بعض الأحيان، تقول أنا ابتعدت عن هذه المعصية لأني لا أجدها أنها تتناسب مثلا مع هيبتي ومكانتي. أيوة. ورجولتي و و و و فمنعه الحياة. طبعا الحياة كما قلنا الحياة من الإيمان. بالضبط. صلى الله عليه وسلم قال الحياة من الإيمان، فالأخير المنبع هو الأساس. نعم. الإيمان. نعم. لأن الفطرة السوية تستحي. نعم. الفطرة السوية تستحي. ومصدر الحياة هو الإيمان. فالفطرة مرتبطة بالله عز وجل، والله عز وجل قد خلق هذه النفس البشرية تستحي، فإذا لم تستحي لذلك ستجد ستصدر. يعني المسلم والغير المسلم. نعم. يجب أن يتحلى بالحياة. نعم. يعني لا أعذار.
لا أعذار، لا أعذار الله خير. يعني لا أعذار أبدا. نعم. لأن هذه قيم إنسانية جميل لكل البشر فعلا. إذا هي فعلا قيمة إنسانية لا تنحصر على فئة المسلمين. نعم. وإنما تتسع لتستوعب الكل. نعم. كذلك أيضا قصة جميلة تروى في حق الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. طبعا كلنا نعلم أن علي بن أبي طالب كان من الفرسان الذين يشهد لهم في ميادين القتال. في يوم الأحزاب، في يوم الأحزاب كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من خلف الخندق. طبعا الشخص الوحيد الذي تمكن من اقتحام الخندق من المشركين هو عمرو بن ود. فعمرو بن ود فعلا تمكن بحصانه أن يجتاز الخندق، فخرج مناديا للمبارزة، من يبارزني من يبارزني؟ فقال الإمام علي، قال له يا رسول الله أنا لها أنا له. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت له، فأعطاه سيفه وأعطاه عمامته. فخرج علي بن أبي طالب ليحارب عمرو بن ود، وفعلا ما هي إلا لحظات حتى تمكن منه. بعد ذلك جاء راجعا، يعني حتى هو كبر بعد أن تمكن منه، ولما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فرح وعلم بأنه قد انتصر فعاد. ثم لما عاد استقبله عمر بن الخطاب وقال له لما لم تأخذ سلبة، يعني لما لم تأخذ الدرع، يعرف أن عمرو بن ود أفضل درع عند عمرو بن ود، لما لم تأخذ؟ قال حقيقة، لأن أخبر علي بن أبي طالب يقول لما كنت أبارزه أعطاني الظهر فضربته بالسيف حتى انكشفت عورته، فوالله ما حمل الحياء أن أخذ درعه لأنه كانت سوءته مكشوفة. فكان يعني ابتعد من هذه الجانب على الرغم من الغنائم أمامه، ولكن الحياء حتى في هذه النقطة رفعت بنفسه أن ينال من ذلك. قصة أيضا حياء رائعة لسيدة عائشة، حقيقة رائعة جدا. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفتها، وبعد ذلك دفن فيها أيضا أبو بكر الصديق اللي هو أبوها. كانت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتها كانت تعيش حياة عادية، يعني تعتبر كأن النبي صلى الله عليه وسلم معها. نعم. فكانت تعيش كأنها تعيش مع زوجها، فتجلس بالملابس الخفيفة لأنها في غرفة لا يوجد معها إلا زوجها. ثم لما توفي أيضا أبوها أيضا ظلت على نفس المنوال، فذلك زوجها وهذا أبوها. لكن لننظر إلى الحياء الغريب، لما استأذن عمر بن الخطاب أن يدفن في نفس المكان الذي دفن فيه صاحبيه، ووافقت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما دفن أصبحت السيدة عائشة لا تدخل على غرفتها إلا وهي محجبة، حياء من موتى، لا من أحياء، حياء من موتى. حتى أنها بعد ذلك وضعت ستارا بينها وبين القبور، لأن عمر بن الخطاب من بينهم وهو شخص غير محرم منها. نعم. فيا سبحان الله، هذا الحياء حتى من يعني الحياة من الموتى حتى من الموتى. نعم. نعم سبحان الله. كذلك أيضا يعني من القصص التي تروى في أيضا في جانب الحياء، كذا يروى عن الصحابية الجليلة أم خلاد. هذه أم خلاد علمت أن ابنها قتل في معركة، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل عن حاله. كان هكذا النساء يعني يذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف أين ابنها أو أين زوجها، هل في الجنة؟ فإذا كان في الجنة تفرح وتسعد وحتى يعني تنفق فرحة، وإذا كان ابنها كذلك. فذهبت هذه المرأة أم خلاد متنقبة، يعني لابسة حجاب وكذلك حتى النقاب. فاستغرب الصحابة، تعجبوا أنها لم تكشف شعرها ولم تأتي تبكي وتلطم خدها. فقال لها أحد الناس، جئتي تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت أم خلاد، درس للصحابة ولنا نحن، قالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ في حيائي. تقول صحيح أنني رزئت في ابني لكنني أأبى أن أرزأ في حيائي. فحافظت على حيائها على الرغم من المصيبة التي أصيبت إياها. فهذا دليل أيضا على ونموذجا رائعا من نماذج الحياء. لا متبقى 10 دقائق يا دكتور. نعم. طيب سنذكر هذه القصة ثم نورد بعد ذلك إلى بعض القصص العمانية. وقال بعضهم
يعني ننظر إلى حياة من نوع آخر، لأن الحياة حقيقة أذكر كلها نموذج لكي يعرف الإنسان إيش معنى الحياة اللي أقصده. قال بعضهم: خرجنا يوما فمررنا برجل نائم وكان في مكان مظلم وفي عراء وفرسه عند رأسه ترعى، فحركناه ثم صحى، فقلنا له: ألا تخاف، ألا تخاف أن تنام في مثل هذا الموضع المخوف المليء بالسباع؟ فرفع رأسه وقال، اسمعوا هذه العبارة الرائعة، قال: أنا أستحي منه تعالى أن أخاف غيره. أنا أستحي من الله أن أخاف غيره، ولذلك هذا الحياء هو الذي جعله مطمئنا ونام قرير العين وفي مكان مخيف جدا. هو يستحي أن يخاف غير الله. نعم فعلا. كذلك أيضا يقال لما احتضر الأسود بن يزيد بكى، فقيل له: ما هذا الجزع، لما الخوف من الموت؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق مني بذلك، والله لو أتيت بالمغفرة من الله تعالى لأهمني الحياء منه مما قد صنعت، وإن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير، الذنب الصغير فيعفو عنه، ولكنه يظل يستحي منه، فكيف لا أستحي من الله سبحانه وتعالى. صدقت. كذلك أيضا مما ذكر في حياء العمانيين، وهي أيضا قصة جميلة جدا، تروى في حق الشيخ العلامة عثمان ابن عبد الله العزري الذي يلقب في كتب الفقه بالأصم. نعم. ولكنه لم يكن أصما. لم يكن أصما. نعم لم يكن أصما. والقصة هي قصة حياء. لقب الشيخ عثمان لأن امرأة جاءت تسأل الشيخ عثمان، فأحدثت أمامه، أحدثت، خرج منها ريح. نعم. فاستحت هذه المرأة، يعني مضت هي تذكر مسألتها، فمن أجل أن يعني من أجل أن يجد الشيخ لها أريحية، قال لها مرة أخرى، قال لها: ماذا قلتي؟ أعيدي ما قلتي، ماذا قلتي؟ يوضح لها كأنه لم يسمعها. نعم. لكي يحافظ على حيائها. نعم. ويوضح لها أنه لم يسمع ما. نعم. قامت به من. نعم. حدث. نعم. فسبحان الله، يعني لكي فسمي يحافظ بذلك. نعم. فسمي بالأصم، هو لم يكن أصما، ولكنه عندما تصامم عن حدث. نعم. المرأة. نعم. سمي أصما، ووجدت هذه المرأة راحتها لأنها ظنت أنه لم يسمعها. نعم. فهذه أيضا قصة جميلة من قصص العمانيين. كذلك أيضا نجد أن من الوصايا التي دائما يوصي بها الأئمة ولاتهم، أيضا يوصونهم بالحياة والانتباه لهذه النقطة، مما جاء أيضا في وصية لوالي للإمام ناصر بن مرشد، مما قال في وصيته لواليه هذا: ولا تهمل أمورك وفقرائك فتحسس عنهم من جميع بلدانك ومنازلك لتساويهم من مال الله ما وسعك من ذلك، ولا تدعهم يتكففون إليك باكين حزينين سديمين من شدة الضراوات من الجوع، فإن جمة منهم لم يقدر أن يبلغ إليك من حياء أو ألم. فهنا يدعو الإمام واليه هذا لكي يتحسس الناس، لأن بعض الناس لا يصلون إليه حياء، فعليها أن يصل أولئك الذين يستحون. وطبعا نجد ذلك في الكثير من المواضع في العماني، لعل هذه تكفي لتبيان هذه القيمة الموجودة أيضا في مجتمعنا العماني. كذلك أيضا يعني الآن تأتيني هذه مسألة الحدث والأصم في قصة عمر بن الخطاب، حقيقة ليعرف الناس الفرق ما بين الحياء والخجل المذموم. يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب يخطب في الناس، فبدأ بالخطبة ثم توقف، فقال للناس: والله إنني وقفت بين أمرين، بين أن أستحي منكم وبين أن أستحي من الله، فقدمت الحياء من الله على الاستحياء منكم، والله لقد أحدثت، فدعوني أنزل أتوضأ ثم أعود لكم للخطبة. نعم. يعني قالها لهم جهارا هكذا أمام الناس. قال لهم: إني أحدثت، ولكن حياء الله هو المقدم.
فسأذهب عن حياء استحياء منكم. نعم. فقد أحدثت فسأذهب للوضوء ثم أعود للخطبة مرة أخرى. فهذا حقيقة فرق شاسع ما بين الخجل المذموم وما بين الحياء المحمود. نعم. الخجل من الناس. نعم. والخجل من الله. نعم. هناك فعلا فرق كبير. فرق فعلا كبير. ولكن نحن نقول في كلتا الأحوال الحياء صفة رائعة، بغض النظر أنت ما هي النية التي الآن أنت في داخلك، ولكن هي صفة رائعة، صفة تحفظ الكثير من الأخلاق وتحفظ الكثير من، يعني هي على الأقل تحفظ هيبتك يا رجل، يعني تحفظ هيبتك يا امرأة، هي تحفظ الهيبة، تحفظ مكانتك. والآن نحن لا نعلم بالنيات يا دكتور، نحن لا نعلم بالنيات، نحن نتعامل مع الآخرين بحسن نية لكن لا نعلم ما هي النيات. لذلك الحياة في كل الأحوال محمود بمعنى الكلمة، لأنه وهي حقيقة حينما تجد إنسان يعني لا يخجل يسقط من عينه تماما، وهناك للأسف من لا يعني يدرك ذلك، هو يمارس هذا الموضوع بطريقة جدا بسيطة من باب الحرية الشخصية مثل ما أنت ذكرتها، ويعني ولا يشعر بحاله. هذه يعني قمة السوء بصراحة، بأنك لا تشعر بأنك أنت تمارس أشياء تسقطك بشكل أكبر وأكبر وأكبر. يعني هذه ممكن نضرب فيها مثال واضح اليوم بالنسبة لبعض الشباب الذين يبتعدون عن القيم والعادات العمانية، فعندما مثلا يلبس ملابس صغير محتشمة ويخرج للناس، حقيقة لا أبالغ إن قلت أن الإنسان عندما يبتعد عن قيم وعادات المجتمع وينسلخ منها فإنها بداية للإنسلاخ من قيم أعظم منها. يعني إن كانت اليوم في ملابسه التي يرى بأنها حرية شخصية، لكن أقول لهذا الشخص الذي ابتعد عن القيم العمانية وانسلخ منها، أقول له أنت على بداية الانهيار من القيم الأخرى. يا رجل ارتفاع الأصوات كذلك، يعني ارتفاع الأصوات بطريقة مثلا فيها إزعاج للآخرين فعلا، هي كذلك ترى تسقط الحياة، لأنها تبدأ من البدايات الصغيرة مثل ما أنت ذكرت يا دكتور. لأنك أنت مثلا كذلك حتى يعني صوت المرأة المرتفع يسقط والله يسقط هيبتها فعلا، وخاصة إذا كان في مكان عام. في مكان عام فعلا، في مكان يعني عام، والأصل أنها تكون تستحي ويعني تكون أكثر حياء وأكثر انضباطا، وهي نفسها بالنسبة للشاب المرأة والشاب يعني بنفسها. والشاب يعني حينما يصبح في مكان عام ضحكاته مثلا الهستيرية العالية أو أصواتهم العالية، أنت كذلك يعني تشمئز من الموقف أساسا حينما تجد أن هؤلاء أصواتهم مرتفعة، سواء شاب أو شابة. نحن لا نفرق الآن، لأن الحياء صفة الجميع. الحياء يجب أن يكون للجميع. في بعض الأحيان الناس تفتكر يا دكتور أن الحياء فقط للمرأة للمرأة للمرأة. لاحظوا اليوم نحن من بدأنا إلى الآن كل حديثنا عن الرجل عن الرجل، لأنه والمرأة للعلمة يا جماعة الخير هي تنظر إلى الرجل بوقار حينما يصبح ذلك الرجل إنسان صاحب يعني وقار وحياء، ويخجل من بعض التصرفات الصبيانية. إذن هذه جميلة، أقولها لكل أولئك المقدمين على الزواج، أن المرأة لن توافق على رجل متبذل خاليا من الحياة فعلا. ولا تظن بنفسك بأنك عندما تظهر بهذا المظهر ستكون محل إعجاب، لا يعني مثلا. بل أنت ستكون محل انتقاد، وإن ظهر الناس بأنهم معجبين بك لكن في داخلهم حقيقة يضمرون لك شيئا من القبح بأنك قد ابتذلت ووصلت إلى ذلك الحد. هناك فرق ما بين الطبيعة، طبيعة الإنسان العادية، وما بين الابتذال، ما بين يعني الخروج عن النصوص أو الخروج من العرف العام. نعم فعلا، يعني نحن لا نتحدث فقط عن أشياء دينية، عن أشياء مستمدة، يعني كل هذه المبادئ هي من الأعراف العامة التي تليق بكل البشرية، والتي مرجعها الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية. يعني أنا أقصد هي ليست، أنا ما أعرف أوصل المعلومة أو المعنى يا دكتور، لكن أنا أقصد أن هذه الأشياء جميعها تصلح لكل البشر. يعني ما يمكن أنا أوجه هذا الخطاب فقط لمسلم، هذا الخطاب موجه للمسلم، لغير المسلم، للبالغ وغير البالغ كذلك، يعني علموهم كذلك الذين لم يبلغون الحلم موضوع الحياة، لأنه كالنقش على الحجر فعلا. فالإنسان إذا ابتعد عن الحياة هو وصل وتردى بنفسه إلى منزلة الحيوان، لأن الذي لا يستحي الحيوان، وإن كان هناك بعض الحيوانات تستحي حقيقة، لكنها الصفة الغالبة العظمى أنها لا تستحي، فإذا ما لم يستحي الإنسان فإنه دكتور ناصر أنا أشكرك كل الشكر وتحياتي. أنا ناصر المساعدي، وإلى اللقاء، دخلنا على الأخبار.